المجتمعات العربية المتواجدة في العالم الغربي لها شعبية كبيرة وسط العديد منا، ولكن ما يعرف بقلة وهو أنه يتواجد مجتمع عربي صغير في مدينة حيدرآباد جنوب الهند. أنا الآن متواجدة ببركس وهو حي عربي بمدينة حيدرآباد جنوب الهند، وهو مركز للثقافة العربية. سؤالنا الوارد هنا، هل ما زال العرب في هذه المنطقة متشبثون بثقافتهم العربية؟ كيف يعيشون حياتهم اليومية؟ هذا ما سنكتشفه معا هنا. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسمينا باركس، يعني اسم العرب الباركس، معناته جايين برا ساكنين في الهند. متزوجين من هلا كرة القدم. بس هنا بيلعبوا كريكت. أنا على كرة القدم. هنا يمكن للمرء أن يتذوق العديد من الأطباق اليمنية مثل الهريس. أن العديد من الناس يقطعون مسافات طويلة وذلك من أجل تذوق الهريس. قبل خمسين سنة في هريس. هذا كل يمني موجود. أول الذي شغل مال عربي يمني. وكما يقال الموسيقى غذاء الروح. للحظة وجيزة ظننت أنني متواجدة بالمغرب عند سماع الموسيقى العربية هنا بالهند.